شكرا. نروح لتقرير مهن وكيفية صناعة الإكسسوارات اليدوية وزميلنا أحمد الجابر. أول ما بلشت أعمل أساور، من الأساور بلشت بشغلات تانية، بالإعلام، بالعلب، بالصواني، بشغلات يعني إكسسوارات تانية للخرز وبالأساور، وهسه بشتغل فيهم أي يعني حسب الطلب، حسب ما حدا بيطلب مني بعمل له إياهم. أول إشي شافوها عجبتهم، بس إنه كان بدها تعديل، فكل ما فيها يعني هم بيحفزوني إني أعدل وأضبط فيها أكثر وأكثر. أنا تعلمتها من ختام، وبعدين طورت فيها، إن كانت تعليم بعدين طورت فيها وصرت أنا هواية عندي، وكل ما فيها بدي أنجز فيها أكثر وأكثر. عندي اطلاع على حرفيين وبطلع على أعمالهم، بس أنا بحاول أطور من أعمالهم، إني ما أجلدهم، إني أنا أعمل إشي إلي بخصني أنا شخصي مش لحدا تاني. يعني مثلاً لما بدي أعمل أساور بدي أجيب خيط المطاط تبع الأساور، مثلاً إذا بدي أعمل السوارة باسم بحط إنه عدد محدد قبل الاسم، مثلاً 7 حبات قبل الاسم، بعدين بحط الاسم وحسب عدد الاسم، بعدين بحط كمان نفس الإشي خرز من الجهة التانية 7 حبات نفس اللون، بعدين بحط يا بحط نبض يا بحط تاج يا بحط الشكل اللي أنا بدي إياه. هاي بالنسبة للأساور. أنا ما عندي صعوبات، أنا المهنة بحب أنتجها وأطور فيها، فعشان هيك ما راح يكون عندي صعوبات، لأن اللي بحب شغلته بنتج فيها وببدع فيها. أنا رسالتي كحرفية حابة إنه السيدات المجتمع إنهم يتعلموا وينتجوا، لأنه وضع الاقتصادي بيرتب عليهم إنه ينتجوا عشان يشتغلوا عشان يطلعوا يحسنوا وضعهم.